الفيديو ده هعرفك ازاي ممكن تكسب مئات الدولارات يوميا من الكتابة من غير ما تكتب حرف واحد ومن غير ايدك ما تيجي على الكيبورد. خليك معايا هشرح لك كل حاجة بالتفصيل بعد الان. اهلا بيكم مره يا شباب، معاكم عبد الله السيد، درس جديد من دروس الربح من الانترنت. زي ما انت كده سمعت في مقدمه الفيديو، النهارده هعرفك ازاي ممكن تكسب من الكتابه من غير ما تكتب ولا حرف واحد. ببساطه احنا النهارده هنشتغل بحاجه اسمها التفريغ الصوتي. التفريغ الصوتي هو انك بتسمع صوت معين او بتسمع فيديو معين، تبدا تكتب الكلام اللي بيتقال في الفيديو ده، بتكتبه بشكل كتابه علشان يتحط كسب تايتل تحت الفيديو. ولكن كالعاده احنا مش هنعمل كده، احنا كالعاده معانا الادوات بتاعتنا اللي هتعمل لنا الموضوع ده واحنا قاعدين مرتاحين. في نفس الوقت هنربح ارباح كبيره جدا 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 من المواقع اللي انا جايبها لك عشان تنفذ عليها المهمه دي. وطبعا ده ما يمنعش انك ممكن تبتكر شويه حاجات كده تزود لك الربح بتاعك. طيب يلا بينا نخش في الشرح العملي على طول. بس قبل ما نخش في الشرح العملي، لو انت مهتم بالموضوع ده حط لايك على الفيديو واشترك في القناه عشان تشوفني مره ثانيه بشروحات جديدة. طبعا ما تنساش تشترك في مسابقة الجيف اوي بانك تحط لايك وتشترك في القناة وتقول لي تحت في الكومنتات انك عايز تشترك في الجيف اوي. ويلا بقى نخش في الشرح العمل على طول. اهلا بكم يا شباب، زي ما انتم شايفين قدام كده دي قناتكم دكتور ايرنينجز. ممكن تلف كده في الفيديوهات دي، هتفيدك جدا جدا جدا. لو انت اول مرة تشوفني او اول مرة تشوف القناة بتاعتنا، فهتلاقي فيديوهات تفيدك جدا في مجال الربح من الانترنت. ازاي انا ممكن اكسب من الكتابة من غير ما اكتب؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة. لو جينا روحنا هنا عند الموقع اللي احنا هنشتغل عليه، والموقع جراند سكريبت. الموقع ده موقع من افضل المواقع اللي شغاله في المجال ده، وبتحقق لك فعلا ارباح كبيره جدا، او انت ممكن تحقق منها ارباح كبيره جدا عن طريق انك تشتغل الشغلانه دي. ببساطه انت هتشوف فيديو معين، والفيديو ده بيتقال فيه كلام، انت هتبدا انك تاخد الكلام ده وتكتبه بشكل كتابه علشان تبعته للناس دي وتحطه كترانسكريبشن او تحطه كترجمه للفيديو من تحت. ما تخافش لو انت ما تعرفش انجليزي او ما تعرفش فرنسي او ما تعرفش الماني، كل الكلام ده انا هحله لك في فيديو النهارده. طيب خلينا نشوف ايه الارباح اللي احنا ممكن نكسب منها عن طريق الموقع ده وعن طريق الشغلانه اللي احنا هنعملها دي الاول، وبعد كده اوريك الادوات اللي احنا هنستخدمها عشان نطبق الشغلانه دي واطبقها قدامك عملي عشان يبقى كل حاجه واضحه بالنسبه لك. طيب هنا بيقول لك ان احنا بندفع لحد 60 سنت للدقيقه الواحده فقط، يعني كل دقيقه انت هتشتغل فيها هتاخد عليها 60 سنت. يعني مثلا لو الفيديو 5 دقائق، شوف انت ربحك هيبقى قد ايه. تمام. بعد كده هنا بيقول لك الافريج ايرنينج بير مانث، يعني المتوسط الناس بتكسب قد ايه في الشهر. بيقول لك هنا 150 دولار طبعا الناس اللي شغاله على الموقع ده، واعلى واحد بيكسب في الشهر من الموقع ده بيكسب 1215 دولار من حاجات بسيطة جدا جدا جدا، وهي اللي انا هوريها لك في فيديو النهاردة. لو جينا هنا نزلنا شوية هتلاقي طبعا بعض الحاجات اللي بيعرفها لك ازاي ممكن تشترك في البروجرام بتاعهم وازاي ممكن تشتغل معاهم. طبعا بيطلب منك فيريفيكيشن، وبتحتاج انك يكون معاك باسبور او اي حاجة ترفعها لهم، وبتحط رقم تليفونك علشان يبعت لك الاس ام اس ويتأكد انك شخص حقيقي الاول قبل ما تشتغل معاهم، لان الموقع ده السكيورتي بتاعه عالي جدا جدا جدا. احنا كل اللي احنا هنعمله هنشتغل كله قانوني جدا، ولكن هنستخدم بعض الادوات اللي هتساعدنا في الموضوع ده. تمام. علشان تشتغل في الموقع هتضغط على apply now، وهيبدا ان هو يديك كويز معين، او قبل ما تخش في الكويز ده هتحتاج انك تخش على عشان تشتغل في الموقع ده هتحتاج انك تضغط على apply now. وبعد كده بيقول لك ايه اللغه بتاعتك المتاح انك تتكلم بيها. احنا هنستخدم الانجليش. لو انت بتتكلم الماني او بتتكلم فرنسا وتقدر تختارها، ولكن انا هختار الانجليش. هيبدا ان هو يديك امتحان معين علشان يتاكد انك فاهم الكلام ده كويس، ولكن انت الامتحان ده هو مديك الاجوبه بتاعته في المقاله اللي موجوده هنا. هتبدا انك تخش على المقاله دي، هيبدا ان هو يعلمك ازاي تحل الامتحان ده ويعلمك كل الاسئله اللي موجوده في الامتحان. هتبدا انك تقرا الكلام ده كويس، لو حابب تترجمه العربي بجوجل ترانسليتور ترجمه واقراه كويس عشان تعرف كل الاسئله اللي هيسالها لك هنا تعرف تجاوبها. هتبدا انك تجاوب الاسئله دي، بعد كده هتخش على المرحله الثانيه واللي هي التست جوب فور ترانسكرايب. هيديك فيديو معين او صوت معين، هتبدا انك تكتب الكلام اللي هو مديهولك. طبعا الموضوع سهل جدا جدا جدا، هوريك ازاي تكتبه، ولكن بطريقه هتوفر عليك كتير جدا جدا جدا. طيب
ازاي ان احنا نشتغل في الكلام ده. طبعا انت هتبدا، طيب طبعا انت هتبدا انك تخش تخلص الكويز ده، احنا عشان ما نضيعش وقت مش عايزين نخش في الموضوع ده، ولكن انا هديك مثال. هتبدا انك تخلص الكويز ده، وهتبدا انك تخلص الشغلانه اللي هو هيديها لك دي بالطريقه اللي انا هديها لك كمان شويه، وهتبدا انك تخش وتبدا تشتغل على الموقع. طبعا لازم تعمل فيريفيكيشن زي ما قلت لك، ويتاكدوا انك شخص حقيقي قبل ما تشتغل في الموقع. طيب ده الموقع الاول. الموقع الثاني هو موقع ريف، كنا شرحناه قبل كده. موقع ريف بيشتغل بنفس الطريقة، ولكن بيديك هنا عند الترانسكرايب او ترانسكريبشن دولار وربع في الدقيقة الواحدة، دولار وربع في الدقيقة الواحدة مقابل الموقع التاني. فموقع ريف اغلى شوية، يعني بيديك ربح اكتر، ولكن ركز في كلمة ولكن. الموقع الاول بيقبل انك تسجل من دولة عربية، ولكن موقع ريف معظم الدول العربية ما بيقبلهاش. فانت جرب موقع ريف، اذا اشتغل معاك فابدأ اشتغل فيه بنفس الطريقة، لو ما اشتغلش معاك فابدأ انقل على الموقع التاني. كل المواقع هتلاقوها في الديسكريبشن، موجود اللينكات بتاعتها كلها. طيب احنا هنشتغل ازاي في الموضوع ده؟ عندنا طريقتين هنشتغل بيهم، طريقة محتاجة منك شوية شغل شوية، وطريقة تانية محتاجة عندنا طريقتين هنبدأ ان احنا نشتغل بيهم، طريقة مجانية وطريقة مدفوعة. الطريقة المجانية هتحتاج منك شوية شغل زيادة، والطريقة المدفوعة هتخلص لك كل حاجة في ثانية واحدة فقط. طيب خلينا نشوف الطريقة المجانية الأول. الطريقة المجانية هي انك تكتب بجوجل دوكس. جوجل دوكس هي أداة من جوجل هتقدر انك تكتب بيها عن طريق الصوت فقط. طيب ازاي يا عم عن طريق الصوت فقط؟ هتبدأ انك تيجي هنا عند كلمة تول. طبعا هتلاقي اللينك بتاع الصفحة اللي قدامك دي عشان تبدأ تجرب، هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن. هتبدأ انك تيجي على تولز، وبعد كده هتبدأ انك تيجي عند كلمة فويس تايبنج. عند فويس تايبنج هنا بتبدأ تختار اللغة اللي انت هتتكلم بيها، او لغة الفيديو بشكل اصح، وهتبدأ انك تختارها. مثلا خلينا نقول ان احنا هنتكلم بالعربي، فخلينا نشوف اللغة العربية موجودة ولا لا. طبعا اللغة العربية موجودة، فهبدأ ان انا اختار اللغة العربية، وخلونا نجرب الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة هتكلم معاكم في طريقة جديدة في مجال الربح من الانترنت، وهتقدر تكسب منها اكتر من $200 يوميا. زي ما انت شايف قدامك كده، كل الكلام اللي انا قلته كتبه لي كتابة، فهو ده اللي احنا هنشتغل بيه. طيب هتقول لي طب انا كده انت اللي بتتكلم، ولكن انا عايز ان الفيديو يشتغل واخد الكلام الموجود في الفيديو، هتعملها ازاي؟ بكل بساطة خلينا نمسح الكلام ده الاول علشان نشتغل على نظافة. هنبدأ ان احنا نيجي هنا نختار اللغة بتاعت الفيديو. طبعا احنا هنشتغل اغلب الوقت هنشتغل بلغة اللغة الانجليزية، فهبدأ ان انا اختار English United State. بعد كده هبدأ ان انا اخد فيديو كمثال، جبت لك فيديو من على اليوتيوب كمثال، هو عبارة عن كتاب صوتي، هنبدأ ان احنا نشغله ونجيب الكتاب ده، هنخلي البرنامج بتاعنا يكتبه لنا، تمام؟ فكل اللي انت هتعمله هو انك هتشغل الكتاب، وبعد ما تشغل الكتاب هتبدأ انك تشغل البرنامج بتاعنا، وبعد ما تشغل الكتاب هتبدأ انك تشغل البرنامج بتاعنا، هيبدأ ان هو يكتب لك كل الكلام اللي بيتقال فيه. طيب خلينا نجرب الموضوع ده، هنشوف هينفع ولا مش هينفع. من شايف قدامك كده، كل حاجة اتقالت في الفيديو كتبت هنا بطريقة احترافية جدا جدا، مفيش اي غلطة في اللغة الانجليزية. طبعا مش هتلاقي اي غلطة، ولكن في اللغة العربية او بعض اللغات التانية هتلاقي فيها شوية غلطات، ولكن احنا هنشتغل باللغة الانجليزية على طول، او اللغة الفرنسية او الالمانية، يعني كل اللغات دي هتلاقيها على طول شغالة كويس مفيهاش غلطات. فكده انت كل حاجة اتقالت في الفيديو كتبت قدامك بالمنظر اللي قدامك ده، هتبدأ انك تسلمها للموقع. ولكن ما ينفعش تسلمها كده، لانك لازم تكتب كل جملة اتقالت في الثانية الكام والدقيقة الكام وكل الكلام ده. فهي دي الحتة الصعبة اللي في الموضوع، انك هتبدأ انك تيجي هنا تشغل الفيديو، وبعد كده هتبدأ انك تخلي الكلام يتكتب، هتبدأ انك تاخد الكلام كل ثانية بالكلام بتاعها وكل دقيقة بالكلام بتاعها، تروح حاططها في الفيديو على الموقع، وكده الشغلانة تكون اشتغلت معاك. ولكن الموضوع ده هياخد معاك بعض الوقت وبعض المجهود، وطبعا لا اي شغل محتاج بعض الوقت وطبعا اي شغل محتاج منك شوية مجهود. طيب لكن في طريقة تانية مش محتاجة منك المجهود ده، وهي هتخلص لك الشغلانة بشكل اسرع، ولكن هي طريقة مدفوعة. خلينا نشوف الطريقة المدفوعة بتاعتنا. عندك جايب لك هنا ثلاث مواقع، الثلاث مواقع بيشتغلوا بنفس الطريقة، بتبدأ انك تحط الفيديو في المكان ده، هيبدأ ان هو يكتب لك اللي بيتقال في الفيديو، ويكتب لك ترانسكريبشن،
عندك الموقع ده برضو نفس الفكرة، وعندك الموقع الأخير وده اللي أنا بستخدمه هو برضو نفس الفكرة. خلينا نجرب في فيديو معين. طيب خلينا نجرب في فيديو كده ونشوف الموقع فعلا هيشتغل كويس ولا لا. أنا جبت فيديو برضو كتاب صوتي من على اليوتيوب، وبدأت إن أنا نزلته على الجهاز بتاعي، وهبدأ إن أنا أروح على الموقع وهبدأ إن أنا أضغط على كلمة subtitles عشان نبدأ إن إحنا نشتغل في subtitle. تلاقي فتح لك الصفحة اللي قدامك دي، تبدأ تضغط على كلمة upload file، هتبدأ تختار الفايل بتاعك أو الفيديو اللي أنت عايز ترفعه. أنا اخترت الفيديو بتاعي وهو دلوقتي بيرفع الفيديو على الموقع. اللي انت هتعمله دلوقتي ايه، هو انك هتضغط على اوتو جينيريت، هيبدا ان هو يفتح لك الصفحه اللي قدامك دي. الصفحه دي هتبدا انك تختار اللغه اللي انت هتشتغل بيها، طبعا لغه الفيديو هي الانجليش، وهبدا ان انا اضغط على اوتو جينيريت. هنا لو تلاحظ هنا بيقول لك ان الفيديو ده مدته 4 دقائق، فبالتالي مش هيبقى معاك غير 6 دقائق بس في الخطه المجانيه، وبعد كده هتحتاج انك تعمل ابجريد. ابدا ان انا اضغط على اوتو جينيريت، هيبدا ان هو يحمل معايا شويه، وبعد كده هينزل لي كل الكلام اللي اتقال في الفيديو، هينزله لي بشكل مكتوب بالوقت بتاعه وبكل حاجه. بعد ما حمل هتلاقي كل حاجه موجوده بالمنظر اللي قدامك ده، كل كلمه اتقالت بالوقت بتاعها بكل حاجه تمام. عندك حاجتين دلوقتي، يا اما انك تاخد الكلام ده وكل البيانات دي وتبدا تكتبها بنفسك تاني، يا اما انك تشترك في الموقع في العضويه البرو وتبدا انك تنزل الاس ار تي او الملف الترجمه لوحده عشان تبدا تبعته للموقع وتاخد الربح بتاعك. فطبعا عندك الحالتين، قلنا الطريقه المجانيه هتحتاج شويه مجهود، ولكن الطريقه المدفوعه مش هتاخد منك اي وقت، هتبدا انك تضغط على داونلود اس ار تي هيبدا ان هو ينزلها لك على طول، ولكن احنا عشان بنشتغل على الطريقه المجانيه ومش مشتركين في الموقع بالعضويه المدفوعه، فبالتالي مش هيرضى ان هو ينزل لنا الملف. بس ده مجرد موقع واحد بس انا مديهولك، انت ممكن تدور على الانترنت وتلاقي مواقع بتعمل الموضوع ده بشكل مجاني وتقدر انك تشتغل عليها. الموضوع هيحتاج منك شوية تدوير بزيادة وشوية وقت علشان تلاقي الموقع الصح، ولكن في الآخر هتكسب أرباح كبيرة جدا جدا جدا. وبس كده يا شباب، دي كانت كل حاجة درست النهاردة. أتمنى أكون أفدتك لو معلومة صغيرة. ناس كتير طلبت مني إن أنا أعمل لهم فيديو عن موضوع الكتابة، وأهو عملت فيديو عن موضوع الكتابة وبطريقة قوية جدا، وممكن إنك تكسب منها أرباح كبيرة. وإن شاء الله في فيديو تاني جاي عن كتابة المقالات، هنشتغل على المقالات وبرضه من غير ما تكتب ومن غير ما يبقى عندك الخبرة إنك تكتب بأي لغة زي الإنجليزي أو حتى العربي، هعرفك إزاي ممكن تكسب من كتابة المقالات. فلو أنت مهتم بالموضوع ده، كل عليك تعمله إنك تفعل زر الجرس على الكل عشان أول ما ينزل الفيديو وصلك إشعار وتبدأ إنك تستفيد منه أول واحد مجرد نزوله. دي كانت كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.